السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تاع الصيف لنعرفكم على هذا المركب الضخم لإنتاج الورق الصحي من طرف شركة فاديركو، هذه المختصة في إنتاج جميع الحفاظات للأطفال والورق الصحي اللي يستعمل كثير يعني في المنازل، وكذلك يستعمل في الميدان الصحي في المستشفيات. إذا نعرفكم بهذه الشركة الضخمة اللي تعد واحدة من أكبر شركات في إفريقيا، وللعلم أنه عندها راهي تبني المقر الرئيسي نتاعها، المقر يعني الاجتماعي الرئيسي ديالها في حي الأعمال بباب زوار، ويعتبر يعني المقر هذا بناية ضخمة توحي بأن الشركة الحجم نتاعها يعني شيء رهيب، وعندها عدة فروع في ولايات أخرى واللي تصدر إلى عدة دول عربية وإفريقية وحتى بعض الدول الأوروبية. إذن بدون إطالة نخليكم تابعوا هذا الفيديو عن المركب نتاعها في ولاية سطيف، ومتابعة طيبة والسلام عليكم.